بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة أول حلقة من حلقات صالون السنوسي. الصالون ده هنستقبل فيه الناس اللي كان ليها سابقة في حاجات كتير، الناس اللي بتهتم بحاجات موجودة في الشارع. هنشوف مع بعض تجارب وخبرات من الناس نكسبها علشان الأجيال اللي جاية، يعني نورثها للناس اللي جاية في الأجيال اللي ورانا عشان يتعلموا منها. هو العلم اتنقل كده، يعني الخبرة العلمية اتنقلت كده، تراكمات علمية بنوصلها للناس التانية. النهارده معانا مثل محترم، استاذ محمد جمال، صاحب قناه اتعلم تمريض مع محمد جمال. كان ليه تجربه مريره كده مع اليوتيوب، فجايين النهارده نعرفها ونشوف ايه مكونات التجربه دي، طلع بايه، استفاد ايه من التجربه دي. هو لسه مكمل ان شاء الله، ربنا يكرمه. فعايزين نعرف تجربتك مع اليوتيوب بدات ازاي. والله بص، هو في البدايه كنت عامل قناة على اليوتيوب اسمها الدكتور موسى، تمام، دي عن التوزيع والهندسة الصوتية، ازاي تعمل مهرجانات، ازاي تعمل مؤثرات صوتية، ازاي بتاخد اغنية وتعمل عليها ميكس، ازاي مثلا تجيب بروجكت وتاخد منه المؤثرات وتنسبها ليك انت. تمام، يعني مثلا بتجيب بروجكت جاهز، بتحط عليه التاتش بتاعك، مثلا تغير فيه حاجة، تغير في الافكت بتاعه، لونك انت. تمام، يعني تحايل على حقوق الطبع والنشر بمعنى اصح. بتاخد مثلا اي حاجة وساعات بتاع، يعني انا وصلت لمرحلة ان انا بعمل مزيكا من نفسي، تمام، بعزف على الكيبورد وبوزع واعرف اظبط الصوت، بس كان ناقصني شوية امكانيات، بس كنت بعرف اوصل. ويمكن انت تعرف ان انا جبت لاب واشتغلت عليه وعملت القناة، وفي اقل من شهر كانت جايبه 120 يعني 120 سبسكرايب في وقت ما كملش شهر. طيب، دي كانت بدايتك، و15000 فويس واكتر، يعني الناس بتبحث عنها بشكل رهيب. 15000 فويس ما كملش شهر. تمام، يعني المشاهدات عندك كانت عاليه، عامله ريتش طبعا في المشاهده عشان الناس تبقى فاهمه. ده المحتوى اللي هو الموسيقى او الترفيه، اغاني او. طيب، انا اعرف بالبلد. انا اعرف ان انت حولت النشاط من موسيقى لحاجه تاني. قول بقى للمتابعين انت حولت ايه، يعني هو انتقلت أنا من ايه لايه. هو انا صراحه يعني حبيت ان انا كممرض افيد الناس، يعني هي الاغاني هتفيد الناس في ايه. هنا سأسكت قليلا، ممرض هنا سأسكت قليلا، هتفيد الناس في احترام، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احترام. انا هتسمع اغنية مثلا على اليوتيوب، مثلا هي بتجيب، يعني هي انت يمكن عندك القناة بتقدم محتوى هادف، مفيش عليه ارباح ومفيش متابعين، وممكن تمام. تبعت للناس اتفرج، ماشي اتفرجت وما بيتفرجش، هو عايز حاجة تسليه. طب ما تتسلى وتستفاد. قصدك ان الاتجاه الوقت العام دلوقتي للتسليه مش للمعلومه او للتعلم. يعني في قنوات كتيره من غير ذكر اسماء، كل اللي هما بيعملوه ترابيزه وبياكل. دي سين من الناس خلفت، دي مثلا واحده بتطبخ، يعني في مهزله على اليوتيوب. بالظبط، في مهزله. وللاسف اخوانا المحتوى ده من المحتويات الرائجه، يعني المحتوى الرائج دلوقتي بقى الطبخ، الموضه، ممكن ما تكونش موضه اصلا، يعني ممكن يكون اي حاجه اللي بيتكلم ده ممكن ما يكونش عنده ذوق، ده ممكن يكون متبهدل الذوق العام، لكن هو شغال، هو بيملى هوا، بيملى ساعات هوا، ما بيعملش اي حاجه في حياته غير ان هو بيملى ساعات هوا، زي اللي بيجي يقول لك انا هدوق طعم الميه وطعمها طلع ميه، اللي هدوق طعم البيبس وطعمها طلع بيبس، حاجات كده غريبه، يعني حاجات ما حدش يصدق ان دي ممكن تكسب الناس دي. بس للاسف يعني في سياسات غريبه كده بيعرفوا يتحايلوا بيها على اليوتيوب وعلى الحاجات دي. طيب، المحتوى بتاع التمريض، انا طبعا تابعت قناتك وعارف ان انت بتشتغل على نفسك كويس جدا، بتتعلم برامج جديده، بتذاكر المعلومه الطبيه قبل ما تطلع تقولها، لان في ناس ما بتهزرش في المعلومه الطبيه طبعا زي ما انت عارف. ف اشتغلت على نفسك قد ايه عشان توصل للقناه كده؟ هو انا ممكن احضر للفيديو، يعني انا في البدايه كان صعب جدا، كنت ممكن اخد اسبوع اشوف مثلا، اخش على جروب بتاع، اخش على وزاره الصحه، تمام، اشوف المعلومه، اقارنها بكتب التمريض عندي،
تشوف لو في حاجات متعدله، في حاجات تحديث ضغط. بتحاول تجيب الابديت علشان تدي المعلومه النهائيه. بجيب كله وما بجيبش الفيديو كامل ان انا قاعد بحكي، لا انا بحاول اقطع منه على قد ما اقدر ان المعلومه تبقى مترتبه ورا بعض، واللي يسمع ما يجيش مثلا ان هو في فاصل في النص، لا يعني انا بتكلم. حتى لو شفت اي فيديو هتلاقي ان انا بقول الكلام كله مترتب ورا بعض، وبحاول الفراغات اللي انا مثلا لو في معلومه كده بوقف الفيديو واتاكد منها، لان انا ما ينفعش اقول معلومه انا عادي انا ممكن اقولها بس ما بيبقاش في خطا. الدقه الطبيه طبعا مطلوبه. بحاول على قد ما بقدر بجيب كراسه اكتبها، وبعد ما بكتب برتب مثلا انا هبتدي منين وهوقف فين وهقطع فين، واحطها قدامي على اساس ان انا لو بقول الكلمه وارجع ابص ليها على اساس ان انا لو قطعت تبقى المعلومه دقيقه. طيب هل انت بتستخدم برامج متطوره ولا بتستكفي بادوات معينه حواليك؟ لا انا بشتغل ببرنامج على التليفون المحمول وبحاول اقطع، بس بياخد مني وقت. يعني انا اخر فيديو عامله واخد من بعد الظهر لحد بعد المغرب، بحاول اقطع فيه وكملت. يعني انا بسيف البروجكت وارجع اشتغل عليه واسمعه من اول وجديد، ولو في مثلا يعني لو قلت كلمه واستنيت والوقت استنيته شويه، انا مش عايز وقت كتير، انا مش عايز وقت كتير وكلام على الفاضي، لا انا عايز معلومه مترتبه ورا بعض عشان اللي يسمعها ما ياخدش، يعني هوقف انا في المعلومه فمش هيستفادها، لا انا عايزها مترتبه ورا بعض. ربط الافكار، يعني انت بتربط افكار اللي يعني بيسمع الفيديو بيبقى 1 2 3 4 كده وصلت لك معلومه، ما وصلتش ناس بتكلمني في التعليقات، هي يعني مش كتير، هو كل اللي مهتمين 5 6 بيطلبوا مني مثلا اعمل فيديو عملي، بيطلبوا مني ان انا انزل فيديو، بس الفكره ان هم ما بيطلبوش في اليوتيوب كمان. يعني انا اغلبيه الناس بتكلمني على الواتس او على الفيس او احنا بره. طيب هو يعني انا يا اخوانا معلش، المحتوى عند الاستاذ محمد محتوى جميل، بيتكلم عن حاجات مهمه، حاجات ممكن تنقذ روح بني ادم، يعني بحاجات بسيطه. اتكلمت عن النزيف من الانف تقريبا صح، اتكلمت عن النزيف عموما، والنزيف عموما، اتكلمت عن الفرق بين الدم الشرياني والدم الوريدي، اتكلمت عن الحقن ازاي تحقن لما تكون مثلا في الاطفال كمان خصوصا الأطفال صح كمان. فيعني محتوى بسم الله ما شاء الله، محتوى جميل، محتوى يستاهل ان الواحد يتابعه يتفرج عليه، مش تضيع وقت ابدا ابدا ان انت تعرف معلومه طبيه ممكن تستخدمها في حياتك العمليه، ممكن تستخدمها في حياتك. ممكن طبعا انت كنت قلت لي قبل الفاصل ان انت هتعمل فيديوهات عن فتح مخرج الهواء او مدخل الهواء، طبعا انت فاهمني ازاي التعامل مع الجروح، الجرح النافذ اللي هو الطعن انت فاهمني، والجرح النزعي او الباتر لما يبقى فيه مثلا جزء اتقطع ولا حاجه والكلام ده. يعني ان شاء الله ان شاء الله كلها معلومات مهمه، كلها معلومات جميله ومعلومات مفيده. لازم الواحد يبقى عنده الثقافه العلميه. احنا معلش بقالنا 2 سنين دلوقتي وداخلين في الثالثه اهو، يعني حته فيروس صغير مبهدلنا، فلازم يبقى عندك المعلومه الطبيه اللي تعرف تتعامل بيها. في ناس كتير يعني مثلا الانسداد مدخل الهواء، في ناس كتير في الماتشات بتتعرض لها، فانت حاجات بسيطه ممكن تفتح مخرج الهواء او مدخل الهواء وتبقى كويس جدا. فيعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. والفكره برضو ان في ناس بتعمل تصرفات غلط، دي مثلا ببقى واقف مثلا في الاستقبال مثلا في الشغل، يبقى واحد عنده جرح، انت مش عارف تنظف البن اللي فيه، وجالي مره واحد حاطط تراب. تراب انت اول حاجه بتديها في الاستقبال في الجرح تيتانوس عشان ما يخشش جواه تراب، فانت بتحط بقى تراب، ده جاي حط لي فيها تراب عشان يسد الجرح. طب ما انت عندي فكره يا استاذ محمد، ما تعمل فيديو عن التصرفات الخاطئه دي، يعني الناس اللي بتحط بيض والناس اللي بتحط معجون، الناس اللي بتحط بن رماد. في فيديو بقول في بدايه الفيديو قبل ما بعمل فاصل صغير 10 ثواني، قبل ما بقول المعلومه بقول التصرفات الغلط اللي بتحصل. تمام، يعني كل حاجه مترتبه، يعني بتجهز السكريبت بتاعك وتبدا تتكلم. قبل ما بقول يا اخوانا انتوا بتتعاملوا مع الجروح ازاي، قول يا اخوانا في تصرفات غلط بتقابلنا زي كذا 1 2 3، فالتصرفات دي غلط فاحنا هنصلحها مع بعض بكذا،
يعني مثلا الجرح، ابسط حاجه في الجرح اللي انت ممكن ما تقدرش تعمله، هتدوس على الجرح لغايه، مش لازم انت تربط فوق منه، مش اي كل ما عليك ان انت هتحط فوطه وتكتم الجرح وتدوس عليه. تمام. بس هو كده وقف، يعني انت كده لا ضريت، يعني حاجات بسيطه، انت كده لا ضريت. وبعدين يعني انا ممرض وانت يعني لا، يعني انا ليا حدود كمان ما بتعدهاش، فانت ليه تتعدى حدودك كبني ادم؟ صح، كمواطن عادي ما عندكش المعلومه الطبيه. اديني بديك المعلومه الطبيه. انا ليا حدود ما بتعدهاش، يعني انا برضو بستنى، باخد الدكتور، بحاول اهيئ الحاله لغايه لما الدكتور يستقبلها، ما بحاولش اضرها، بحاول اوقف الحاله لغايه لما وصلت لي. تمام. يعني واحد بتحافظ على الحاله انا بحافظ عليه لغايه لما يوصل للدكتور. تمام. فانت تجيبه لي مثلا متعور، تقوم حط لي فيه بن وبيض بقى على الفروق وحاجات كده غريبه. معلش، لما هي فوطه نظيفه، او لو جنب منك صيدليه حته دريس، انت هتقول له دريس او شاش، وبتطبقها على بعض وبتحط كده وضغط. اخواني يعني تصرفات بسيطه اهي ممكن تنقذ حياه، وممكن عكسها يلوث جرح ويسبب التهابات، يسبب حاجات مش كويسه، وبيحصل له يعني خراج فيه، وبتحصل حاجه اسمها سيبتك للجرح، يعني الجرح بيتلوث وبتبقى كارثه، بتوصل. تمام. لناس ان هي ممكن لو التهبت جامد بتوصل لبتر. طب احنا خدتنا بس المعلومه الطبيه شويه، واتكلمنا عن السيبتك وعن البتر وعن الجرح وعن الكلام ده. الهدف ان اليوتيوب زي ما هو اداه للترفيه، هو اداه للتثقيف، ان انت تاخد منه معلومه كويسه، تاخد منه معلومه تفيدك في حياتك. اتمنى ان الناس كلها تتابع الاستاذ محمد على قناه اتعلم تمريض مع محمد جمال. اتمنى الناس تتابعه وتستفاد من العلم اللي موجود عنده، اللي هو عايز يوصله للناس. الناس دي بتبقى شايله رساله وشايله هم ان المريض يجي لها وهو في حاله مستقره، ان هو ما يتطورش او ما يحصلوش سايد افكت او اثار جانبيه صعبه. انا كنت سعيد جدا، وطبعا دي اول حلقه من حلقات صالون السنوسي، دي كانت اول حلقه من حلقات صالون السنوسي. تشرفنا باستاذ محمد جمال. تابعونا. تسلم لي استاذ محمد. تابعونا ان شاء الله هتلاقوا شخصيات تانية زي الاستاذ محمد جمال، وناس عايزه تفيد البشريه. اشكركم جدا.